هجرة نبغي لا وسام لا صدى هي خطوة هي خبرة ورفاق صارت تطوى ووسيلة ولأجله عزم لنا دفاق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في ملتقى الدارين وأكاديمية ملتقى الدارين للتعليم المجاني عن بعد. هذه هي أولى حلقاتنا فيما يتعلق بدورة مهارة جودة الصورة في التصوير والتصميم. في أول الأمر سنتكلم عن الأساسيات، أساسيات التصوير، وعندنا كما نلاحظ هنا الكادر والإطار أو الحدود والحواف أو المشهد، هذا الذي باللون الأخضر أو المستطيل الأخضر. في داخل المستطيل الأخضر يوجد لاعب، هذا يسمى عنصر، عنصر أساسي. هذا العنصر له مسميات أخرى، كأن نقول موضوع، هدف، موديل أو عنصر. إذن هذه باختصار شديد هي مكونات الصورة. مكونات الصورة تحتوي على عناصر أساسية وعلى عناصر ثانوية. فالعناصر الأساسية هي الغرض أو المقصد من الصورة، هذا نسميه عنصر أساسي. والعنصر الثانوي هو العنصر الذي ارتبط ببيئة العنصر الأساسي، من سماء ومن أرض ومن غيرها من الأشكال التي تكون مجاورة للعنصر الأساسي وليست محل اعتبار المصور. طيب، عندنا هنا من الأمور المهمة كيف أفهم أن هذا العنصر عنصر أساسي في الصورة أو أنه عنصر غير أساسي أي ثانوي. فأول هذه النقاط البروز والتركيز. في حال وجود بروز وتركيز على العنصر دل ذلك على أنه عنصر أساسي، ومتى ما وجد تمويه وعدم وضوح للعنصر دل ذلك على أن العنصر عنصر ثانوي وأنه غير مقصود في الصورة، ليس هو المقصود الأصل. أيضا من الأمور التي تدلنا على أن هذا العنصر عنصر أساسي هو المقدمة، الشيء الذي يقترب من المشاهد أكثر يدل على أنه عنصر أساسي وأنه هو المقصود في الصورة، والشيء الذي يتراجع إلى الخلف هذا يكون عنصر ثانوي في العادة. إذن المقدمة أو المكان القريب من الناظر أو المشاهد هذا في العادة يكون عنصر أساسي، والخلفية تكون عنصر ثانوي. أيضا من الأمور الحجم، حجم الشيء وكبره في الصورة يدل على أنه عنصر أساسي وأنه هو المقصود في الصورة أصلا. فحين نلاحظ الصورة التي أمامنا نجد أنها مكونة من عدة كتل، بشر وأرضية وسماء، وفيها أيضا كتلة كبيرة أو حجم كبير وهو برج إيفل في باريس. هذا البرج بحجمه الكبير أعطى انطباعا
عند الناظر أن هذا هو العنصر الأساسي. إذن كبر حجم الشيء يدل على أنه عنصر أساسي، وصغر الأشياء التي حوله تدل على أنها عناصر ثانوية في الصورة. أيضا مما يدل على العنصر الأساسي في الغالب الحركة، حركة الشيء في الصورة تدل على أن هذا العنصر هو العنصر الأساسي، وسكون بقية الكتل يدل على أنها عناصر ثانوية. فنلاحظ في الصورة التي أمامنا أن البومة عنصر أساسي، والدليل على ذلك أنها حية في الصورة، والحياة في الصورة تدل على الحركة، فحركة البومة دلت الحركة على أن هذا العنصر أساسي في الصورة وليس ثانوي. أيضا قربه من المشهد كما ذكرنا سابقا. أيضا من الأمور التي تدل على أن هذا العنصر عنصر أساسي في الصورة هو اللون يدل على أن هذا العنصر أساسي في الصورة، بينما العناصر غير الملونة أو التي هي أقل ألوانا أو فيها عتمة وعدم تشبع، ألوان معتمة غير متشبعة، تدل على أن هذه العناصر عناصر ثانوية. إذن بروز اللون وتشبعه هذا يدل على أن العنصر عنصر أساسي في الصورة. أيضا عندنا هنا نظرية الأثلاث أو التثليث. ماذا نعني بالأثلاث أو التثليث؟ نعني به التقسيم، تقسيم الصورة إلى ثلاثة أقسام. هذا القسم الأول، وهذا إلى الأسفل القسم الثاني، وهذا القسم الثالث. ولأنه مكون من ثلاثة أقسام سمي تثليثا. ما فائدة وما قيمة التثليث؟ قيمة التثليث في الصورة أن العلماء علماء التصوير وجدوا أن نقاط الالتقاء بين الخط الأفقي والخط العمودي هذه نقطة قوة. إذن الأثلاث أو التثليث هو عبارة عن خطين أفقيين، أحدهما في الأعلى فوق المنتصف والآخر يساويه تحت المنتصف، وأيضا خطان عموديان أحدهما على اليمين وأحدهما جهة اليسار، بينما ألاحظ أن جهة المنتصف خالية وليس فيها نقاط قوة، والسبب في ذلك أن هذه المنطقة ألفها الناس فأصبحت منطقة مألوفة غير محببة، بينما هذه المناطق الأخرى خاصة التي هي محل تلاقي بين الخطين هنا أو هنا أو في الأسفل هذه نقاط قوة. ماذا نستفيد منها؟ نستفيد منها أننا حين نضع الصورة لا نضعها في الوسط إلا في حالات معينة، نضعها في الثلث الذي على اليمين أو الثلث الذي على اليسار. بمعنى آخر أن العنصر لا مانع أن يأخذ ستة مربعات
من التسعة المربعات اللي أمامكم، بس بشرط أنها تكون من الثلث هذا أو تكون جهة اليسار في الثلث هذا، فتكون الصورة هنا في اليمين أو في اليسار. فإذا أردت أن أصور شخصا أضعه هنا، أضعه هنا، هذا مثلا الوجه، هذا الوجه، وهذه اليدان، وهذا بقية الجسد على فرض يعني، معلش، أو العكس أضعه هنا. فهذه من الأمور المهمة والتي يسميها البعض قاعدة التثليث أو النسبة الذهبية في الصورة، وهذه موجودة حتى في أجهزة الجوال، موجودة وتسمى الخطوط الإرشادية. هل تريد تفعيل الخطوط الإرشادية؟ فإذا وضعت علامة صح تظهر هذه الخطوط وتفيدك كثيرا في وزن الخط الأفقي وفي وزن الصورة من ناحية اليمين واليسار. عندنا الآن أبعاد الكادر أو الشاشة، أبعاد الكادر، ونعني بالأبعاد مساحة الكادر. عندنا المساحة المربعة يتساوى فيها الطول مع العرض، والأضلاع أضلاع الإطار تكاد تكون متساوية، وعندنا صورة مستطيلة كما سيأتي. أما المشهد المربع فيأخذ 3 إلى 4. إذن هذا الذي أمامي الآن مشهد نسبته 3 إلى 4، وهذه شاشات موجودة. الذي يعرف المونتاج وله خبرة في المونتاج يعرف هذه النسب 3 إلى 4. هذه إطارها ضيق ومساحتها ضيقة ولا تسمح للصورة خاصة المتحركة أن تأخذ أريحية ولا أن تأخذ متنفس، ولذلك 3 إلى 4 أو المساحة المربعة لها حالات خاصة ويتوسط فيها العنصر أكثر من غيرها. إذن ممكن نستفيد من الشكل المربع ونقول الشكل المربع اللي هو 3 إلى 4 هنا احتمالية توسيط العنصر، احتمالية توسيط العنصر ممكنة، احتمالية توسيط العنصر هنا ممكنة. في الشاشات الأخرى وهي شاشة 16 إلى 9 فالصورة هنا احتمالية عدم التوسيط تكون ممكنة. نعود إلى الشاشة المربعة ونأخذ مثالا. لاحظوا هنا في الشاشة المربعة، لاحظوا في الشاشة المربعة هنا أن العنصر متوسط، العنصر هنا متوسط. لماذا متوسط؟ ما السبب في توسطه؟ السبب في ذلك أن المتنفسات ضيقة، متنفس الصورة جهة اليمين وجهة اليسار ضيقة، ولذلك أسلم الأمور في هذا المربع أن نضع الصورة في الوسط. أسلم الأمور يعني العناصر، العنصر الأساسي نضعه في الوسط. أين العنصر الأساسي هنا؟ اللاعب. العنصر الأساسي هنا هو اللاعب، هذا عنصر أساسي. لو تلاحظوا العنصر الأساسي هنا هو اللاعب. إذن أين أضع اللاعب في المربعات أو في المشاهد المربعة؟ أسلم الأمور أن أضعه في الوسط، خاصة للمصورين بالفيديو يضطر أنه يوسط الصورة حتى لا تختل، لأن المتنفسات قليلة قد تخرج الصورة من الكادر
بسبب المساحات الضيقة على اليمين واليسار. ولذلك علماء التقنية وجدوا أن الشاشات المربعة لا تنفع ولا يمكن استدراك القيمة الجمالية للصورة فيها، خاصة للأفلام والحاجة إلى تحرك الفيديو وإلى إشباع الصورة وإلى النظر جهة اليمين أكثر وجهة اليسار أكثر. فالنظر البشري، النظر الإنساني، هو أفقي أكثر منه طولي. إذن نحن فعلا نرحب من خلال هذا بالشاشات المستطيلة. الشاشات المستطيلة ستكون مريحة معنا. لماذا ستكون مريحة؟ لأن اللاعب سيكون له متنفس كبير، وسنلاحظ أن هناك مساحة. فإذا وضعنا مثلا صورة اللاعب هنا أو الشخص هنا، نجد أن هناك متنفس للحركة، لحركة الشخص. فالشاشة البانورامية أو الأفقية أو المستطيلة مهمة جدا للمصور. يستحسن عند التصوير الحركي، يستحسن عند التصوير الحركي أن يكون الاختيار على الشاشة الأفقية أو المستطيلة أو البانورامية. نلاحظ الصورة التي أوردتها قبل قليل الآن انتقلت لمشهد مستطيل، وانتقلت إلى صورة بانورامية أو إطار بانورامي فيه العرض، فيه العرض أكثر من الطول. هذه الشاشة فيها أريحية وفيها مسافة، فهنا أستطيع أن أظهر العنصر الأساسي وأن أجعل هناك أريحية للحركة. الحركة هنا جهة، الحركة هنا حركة الشخص جهة اليسار، فأستطيع أن أجعل متنفس للحركة، وهذا المتنفس يشعر بالراحة. الإدراك البصري هنا مرتاح أكثر بخلاف الإطار المربع الذي فيه حبس للأنفاس وحبس للصورة. فهذا من الأمور المهمة التي ينبغي تداركها عند التصوير. هل أريد الشكل مربع ولا الشكل مستطيل ولا الشكل طولي؟ الأشكال الطولية أيضا لها محلها من التصوير. الصورة البانورامية أحتاجها طولا أكثر من حاجتي إليها عرضا، لكن في أي حالة أحتاج الإطار الطولي الرأسي في حالة تصوير مئذنة أو مبنى طويل. إذن المباني الطولية، المباني الطولية تحتاج صورة طولية، مستطيل طولي وليس أفقي. إذا كان العنصر فيه حركة فيستحسن استعمال المستطيل الأفقي البانورامي. ننتقل الآن إلى حالات توسيط الصورة أو المشهد. متى أوسط الصورة؟ متى أجعل الصورة في الوسط؟ نتابع. أولا أوسط الصورة إذا كان الشكل دائري. إذا كان الشكل اللي أمامي دائري، إذن أولا الشكل الدائري، الشكل الدائري، الشكل الدائري هذا في الأشكال المربعة. إذن الحديث الآن عن الأشكال المربعة
والعناصر الدائرية. ماذا أعني بهذا؟ سأظهر لكم ماذا أعني. أنا أتكلم الآن عن مربع، وأتكلم عن مشهد دائري، وأتكلم عن مشهد دائري. القاعدة أسلم الأمور هنا أن أجعل الشكل الدائري في المنتصف. إذن نبدأ بهذه القاعدة. إذا كان الإطار مربعا، إذا كان الإطار مربعا أو الشاشة مربعة والشكل دائري، يستحسن التوسيط. لماذا؟ لضيق المسافة. لضيق إيش؟ المسافة. المسافة هنا تضيق، فلذلك يستحسن التربيع. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أنه أيضا يستحسن التوسيط، لأن مساحة الدائرة ومحيطها ستكون متنفساته موحدة. ماذا أعني بهذا الكلام؟ أعني بهذا الكلام أن العنصر الدائري سيكون موزون من جميع الأطراف، فيحدث توازن سريع للصورة، والصورة عدم وجود ديناميكية وحركة معناها أن الصورة تثبت في الوسط وتكون المسافات متوازنة. طيب نتابع التوسيط. إذا عندي زهرة، هذه الزهرة كما نلاحظ دائرية الشكل، والشكل مربع، الشكل على فرض أنه مربع. نشوف الشكل المربع. الشكل المربع الآن لو أخذناه بهذا الشكل، سيكون هناك توازن للصورة من جميع أبعاده. إذن يمكننا أن نقول الأشكال الدائرية تتوسط الصورة، خاصة في المشهد المربع أو القريب من المربع، يكون يعني شوية مستطيل، لا يكون مستطيل بانورامي كما أظهرنا لكم سلفا. أيضا إذا كان أمامي مشهد، وكان هذا المشهد عبارة عن وجه كهذا الذي ترونه، أيضا هنا نوسط الصورة. لماذا نوسط الصورة؟ نوسط الصورة لأن الشكل دائري له مركزية، وفي العادة أن الصور الدائرية أو الأشكال الهندسية الدائرية التي لها مراكز هذه نوسطها لأنها ستكون أجمل، والجمال هو الحكم في الأخير. جمال الصورة هو الحكم في الأخير. أيضا نلاحظ هنا في هذه الصورة أن المشهد الذي ترونه مشهد يعبر عن صور، وهذه الصور عبارة عن رؤوس. هذه الرؤوس تشكلت على شكل دائرة. إذن أنا أين أضع المشهد؟ أضع المشهد في الوسط، وأضع الموضوع والعناصر الأساسية في الوسط، لأن الشكل هندسي دائري، وكلما كان
المشهد مربعا كلما دعت الحاجة إلى التوسيط. نلاحظ هنا أيضا أن هذا الشكل دائري، الشكل هنا أيضا دائري أو يشبه الدائري. هذه الصورة لكونها دائرية أو شبيهة بالدائرية يستحسن أن يكون مركزها الهندسي في الوسط، يستحسن أن يكون مركزها الهندسي في الوسط. أيضا العش، عش الطائر، هذا شكله دائري، فيستحسن هنا أن يكون البيض الذي يمثل مركز العش أن يكون في الوسط، في وسط العش، والعش أيضا بموجب أنه هندسة دائرية يكون في وسط الصورة. كما نلاحظ أن المشهد هنا مربع وليس بانورامي. طيب تعالوا نشوف الأشكال المثلثة، نشوف الأشكال المثلثة. الأشكال المثلثة أيضا أسلم الأمور فيها، الأشكال المثلثة أسلم الأمور فيها عند وجود إطار مربع أن تكون أيضا فين؟ أن تكون في الوسط. أسلم الأمور فيها أن تكون في الوسط. ولماذا في الوسط؟ لأن الوسطية أيضا فيها مركزية. المثلث كما نعلم متساوي الأضلاع، المثلث له قائمة، بهذا الشكل، فيستحسن فيها التوسيط. إذن المثلث هنا أيضا يعطيني وزن للصورة، المثلث يعطيني وزن للصورة من جهة اليمين بما يساوي جهة اليسار، فتصبح جهة اليمين مساوية لجهة اليسار بهذا الشكل. هذا المكان يساوي هذا المكان. طيب أيضا تكوين الصورة هذا أمر مهم أيضا، فحين يكون عندك عدد فردي مكون من 3 أشياء ولا تستطيع أن تشكله على شكل دائرة، ممكن أن تشكله على شكل مثلث، وإذا شكلته على شكل مثلث فهنا يستحسن التوسيط. لماذا؟ لأنه كما ذكرت لكم سلفا أن التوسيط هنا هو الأسلم، وهو الأجمل وهو الأحسن، ونستطيع من خلاله لو فصلنا المشهد نصفين أن نجد النصف الأيمن يساوي النصف الأيسر. إذن يمكن لنا أن نخرج من هذا أن الأشكال المثلثة أيضا تتوسط الصورة، خاصة الصورة أو الكادر المربع. أيضا مما يمكن توسطه في الصورة وجود متماثلين. فعندي التفاحة، العنصر الأساسي، التفاحة القريبة مني والمكتملة، هذا عنصر أساسي، وهناك عنصر ثانوي في الخلف على اليمين وعنصر ثانوي في الخلف أيضا على اليسار. إذن العنصر الأساسي هنا
أنا استحسنت أن أوسطه لسبب بسيط، وهو وجود متماثلين على اليمين وعلى اليسار. المتماثل الأول هو التفاحة في الخلف المتجهة على اليمين والتفاحة، والمتماثل الآخر التفاحة في الخلف المتجهة جهة اليسار. إذن هنا أنا أحدث التوسيط حتى يحدث نوع من التوازن. شوف الصورة الآن كيف متوازنة، جهة اليمين تساوي جهة اليسار، وهذا التوازن أمر مطلوب في الصورة. أيضا كما نلاحظ في الصورة أن البيضة هنا جاءت في الوسط تماما. لماذا جاءت في الوسط؟ البيضة جاءت في الوسط لوجود متماثلين، وهو وجود الملعقة على اليمين ووجود الملعقة على اليسار. وجود المتماثلين أو الشكلين المتشابهين على جهة يمين العنصر الأساسي وجهة يسار العنصر الأساسي، هذا يستدعي أن نجعل العنصر الأساسي في الوسط. كما نلاحظ أيضا هنا عندي هنا عنصر أساسي وهو الشهادة. الشهادة هنا عنصر أساسي. العنصر الأساسي هذا جعلته في الوسط لسبب بسيط، أن هناك متماثل أول وهناك متماثل ثاني. إذن الصورة هنا موزونة لوجود متماثلين، متماثل في اليمين يساوي متماثل في اليسار. إذن أنا أوسط الصورة في حالة وجود متماثلين. أيضا أستطيع أن أوسط الصورة عند التصادم والمواجهة. لاحظوا هنا العنصر الأساسي وهو الوجه، هذا أنا وسطته في الوسط. لماذا؟ لأن الصورة تدل أو العنصر يدل على المواجهة والاندفاع، فالصورة هنا أكثر إثارة. الصورة بهذا الشكل أكثر إثارة. لماذا؟ لأن المشاهد حين ينظر للوسطية في الصورة يظن أنه هو المستهدف، ويتوهم من خلال هذا الشكل نوع من الخوف والإثارة، ويكون عنده رغبة في المشاهدة أيضا. فهذه الصورة فيها نوع من الجذب والإثارة والانتباه. لكن تخيلوا لو أن الصورة جاءت عرضية أو من جانب آخر، هنا لا تكون هناك مفاجأة ولا خوف ولا إثارة، وقد لا أبالي برؤية الصورة. لكن حين أرى الصورة أشعر أنني أنا المستهدف، وأن هذا السبع الذي أمامي يريد أن يتصيدني أنا، فتحدث نوع من الإثارة، يحدث نوع من التشويق. إذن يمكن أن أقول الصورة التي فيها نوع من التصادم أو توهم بالتصادم وتوهم بالمواجهة، هذه نجعلها في الوسط. لماذا؟ حتى يستشعر المشاهد أنه هو المستهدف، فتكون هناك الصورة محل قبول وإثارة.
لاحظوا أيضا عندي هنا في الصورة، الصورة هنا كما تلاحظون جعلت في الوسط، والسبب في ذلك، السبب في ذلك هو الاندفاع، وهو الاستشعار بأن المصور أو الشخص الذي قام بالتصوير شخص مستهدف وشخص فعلا ينقل الحدث من موقعه الصحيح، فتكون هناك نوع من الإثارة والمشاهدة. إذن الصورة هنا وجدت في الوسط بدافع التشويق ونقل الحدث، وكأن الشخص الذي يتابع الحدث كأنه في أرض المشهد، وكأنه يعني يعيش المشهد بحقيقته، كأنه يعيش المشهد بحقيقته. أيضا نلاحظ في الصورة هنا أن الصورة فيها اندفاع، وفيها مواجهة، وفيها نوع من الإيهام بالتصادم، وأن المشاهد هو المستهدف، فأراد المصور أن ينقل المشهد نقلة حية بحيث يستشعر المشاهد أنه وسط الحدث تماما، وسط الحدث تماما. هذه هي التي تعطينا الدافع في جعل هذه الصورة في الوسط تماما. أيضا هذه الصورة التي ترونها فيها عامل الاندفاع والمواجهة والتصادم، هذا الكلام الذي أقوله والذي أتكلم عنه هذا كلام عام، هذا كلام عام ينفع في التصوير الفوتوغرافي وينفع في التصوير التلفزيوني أو الفيديو. فأنا حين أصور مشهد فيه سرعة، فيه انفعال، فيه مواجهة، هنا أضع الصورة في الوسط، فالصور التي يستطيع المصور أن يحدثها في الوسط تماما كسيارة مارة أو ثور يتجه جهة المصور، هنا تكون الإثارة أكبر لأن الموقع والحالة تصبح أكثر، يعني تصبح حية أكثر، كأننا نعيش المشهد حقيقة، وكأننا فعلا قد نكون ضحايا لهذا المشهد أو أبطال لهذا المشهد. الصورة التي أمامكم أيضا هي صورة فيها نوع من الاندفاع، فيها نوع من التوهم بالمواجهة أو الخطر، فلذلك وضعناها في الوسط من أجل هذا الأمر. أيضا نلاحظ هنا أنه تم التقاط الكأس، تم التقاط الكأس هنا بصورة تثير عملية اندفاع، اندفاع حبوب القهوة، وكأنها تتجه إلينا، وكأنها تتجه إلينا، وهنا في زيادة في الكرم، التفضل بالكرم في حال الاندفاع، وتفضل وخذ، وهذه يعني مائدتكم، وهذه يعني قهوتكم، هذا الاندفاع يشعر بالكرم أكثر. ولو كان الاندفاع في جانب آخر غير الجانب هذا لما حدث التوسط ولما استحسن التوسط، يعني لو كانت بعثرت القهوة في جهة اليمين أو جهة اليسار هنا لا نستحسن التوسط، لكن لما كان بعثرت حبوب القهوة في جهتنا وكأنها فعلا تندفع إلينا
هنا استحسننا التوسيط. أيضا من الأمور التي نستحسن فيها التوسيط وجود هدف. وجود هدف، ماذا نعني بوجود الهدف؟ نعني بوجود الهدف المكان الذي نطلبه، المكان الذي يحقق لنا النجاح والغاية والغرض. فهنا الغاية هو الوصول للحفرة، وما جاءت الكرة إلا سببا في الوصول للهدف. فلذلك لا ينبغي وضع الكرة في الوسط مع أنها دائرة، لا ينبغي وضع الدائرة في الوسط مع أنها دائرة. لماذا؟ لأن هذا ليس هو الهدف، هذا هو الهدف. إذن نأخذ قاعدة أن الهدف يتوسط الصورة، وأن السبيل أو السبب للهدف لا يأخذ الجهة اليمنى أو اليسرى، وكل بحسب اتجاهه وحركته. أين الهدف هنا؟ إذن الهدف هو الشبكة، المرمى هو الهدف. إذن إذا حكمنا بأن المرمى هو الهدف، إذا حكمنا بأن المرمى هو الهدف، معنى ذلك أنه لا بد أن يكون الهدف في الوسط، لا بد أن يكون الهدف في الوسط. إذن لو أنزلنا هنا صورة، صورة مثلا تقسيم للصورة، لو قسمنا الصورة بهذا الشكل لوجدنا أن اليمين، يمين الصورة ما فيه كتل، يسار الصورة مثقل بالكتل، عندي صورة الحارس وعندي صورة الكرة. هنا الذي يتوسط الصورة الهدف، ولا يهمني توسط الحارس كما أنه لا يهمني توسط الكرة. لاحظوا هنا أيضا الصورة هنا فيها هدف، ولا يلزم في الهدف أن يكون دائما مرمى، قد يكون الهدف ممر، قد يكون الهدف حفرة كما أخذنا. فلا تضيق واسعا وتجعل الهدف فقط هدف المرمى. هنا كما تلاحظون الهدف، الهدف هو النفق، النفق هو الهدف، ودخول السيارات هذا سبيل للهدف، هذا السيارة وجودها وسيلة للهدف. إذن هذه الصورة فعلا تقتضي منا أن نجعلها في الوسط. لماذا؟ لأن فيها هدف وفيها غرض وفيها مدخل. هذه المداخل والأغراض والأهداف تستدعي أن نجعلها في الوسط، في وسط الصورة، حتى يكون هناك نوع من التوازن. كما تلاحظون التوازن هنا مطلوب، التوازن هنا مطلوب، والهدف هنا موزون.